السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة اخترنا لك. النهاردة هنعمل فيديو حصري ازاي نحول عباية فسكوز لقميص جميل جدا. لو انت زهقتي من العباية بتاعتك الفسكوز او اي قميص يعني كبير وعايزة تحوليها، انا دلوقتي عندي العباية دي فيها زي القماش الفسفوس زي ما احنا عارفين الاطراف بتاعته كده بتبقى منسلة. خلاص انتي هي عندك وجديدة وزهقتي يعني من شكلها، هنحولها لقميص جميل جدا هيعجبكم. اول حاجة عايزة اشيل الحرادات دي واشيل المرد دوت، فانا هتنيها كده. هي طبعا بتكون واسعه، القميص اللي انا هعمله ده بيشيل الوسع، يعني هو بيبقى يعني الى حد ما مجسم شويه، مش مجسم قوي بس هيشيل الوسع بتاع العبايه. انا هقص هنا كده عندي المرد اللي فيه الزراير، هقص من عنده لغايه تحت عشان اشيل الحته اللي فيها المرد دي وهوريكم. شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا هقص المرد خالص. لو انت عايزاه تاخديه على وسعه بلاش تقصي، لو انت عايزه تضيقي شويه هقص المرد زي ما انتوا شايفين كده لغايه تحت. شوفي انا مش نزلت كده على الـ يعني انا بس شلت المرد اهو، هنزل بقى على طول اخدها مرة واحدة كده لغاية تحت. الخياطة دي هتبقى دي خياطة الظهر، الخياطة اللي انا بقصها دي هتبقى خياطة الفستان او القميص من الظهر. فانا دلوقتي يعني لو فتحت كده القماش هيبقى عندي حتة واحدة، هيبقى عندي حتة واحدة، يبقى انا بس فاضل ان انا اشيل الجابونيس بتاع الكم، الجابونيس بتاع الكم اللي انا مش عايزاه ده. هعمل ايه؟ هجيب من عند الخياطة كده وافرد العباية الفسكوز اهو، شايفينها؟ شايفين اهي، وهقص الحتة دي اللي كان فيها الكم. او لو انت عايزة تسيبيها وتخيطي عليها كده ممكن عشان ما نقصش كتير، يعني هي خياطة الجنب هكملها لغاية فوق. ممكن نعملها احنا مع بعض دلوقتي بالدبابيس، ولما نيجي نعملها على المكنة هتبقى ايه، يعني ادي خياطة الجنب هاخدها كده على طول. طبعا الدبابيس لو انت عملتيها كده ما ينفعش بالطول، ما ينفعش تخيطي على المكنه، فانا هعملها بالعرض عشان لما اجي اخيط على المكنه ما ارجعش افكها تاني. كده طبعا الكتف ده اهو هقصه، الكتف والكتف هقصهم من فوق لان انا هيبقى القميص بحمالات، القميص هيبقى بحمالات، يبقى انا هقص الكتف ده اهو من فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو الكتف التاني هقص. يبقى انا دلوقتي عندي الحتة اللي انا فتحتها اللي هي مكان المرد هخيطها. طبعا انا دلوقتي هعملها معاكم. يبقى انا دلوقتي عندي العباية هي مفتوحة خالص، مفتوحة الكمين خيطتهم لفوق. خلاص
الحتة اللي انا فتحتها دي هتبقى خياطة الظهر، هتكون هي خياطة الظهر، اعملها برضو بالدبابيس. يبقى انا دلوقتي يا جماعة العباية الفسكوز شلت المرد بتاعها، شوفوا ادي حردة الرقبة اهي، شلت المرد من هنا وهخيط الجنب ده اللي انا قصيت المرد وقصيته لغاية تحت، هخيطهم على جنب، هخيطهم لغاية تحت. فدلوقتي بقت عندي كأنها حتة قماشة، حتة قماشة كبيرة اهي زي ما احنا شايفين، كأنها حتة قماشة وتانياها بالنص، كأنها حتة قماشة قطعة قماش وانا تانياها بالنص. ادي التانية اهي، التانية اهي شايفينها اهي. طيب بالنسبة لحردات الباط اللي كانت موجودة اصلا مع خياطة الجناب قفلتها، هوريها لكم اهي، قفلتها زي ما احنا شايفين. ادي اول واحدة، اول واحدة هي قفلتها، والتانية قفلتها، فبقت عندي عادي حتة قماشة وتانياها، تانياها. خياطتين الجنب الاصليين موجودين زي ما هما، وقفلت حردات الباط اهم. فاضل عندي الحردة بتاعت الرقبة، حردة الرقبة هي زي ما انتوا شايفين اهي، شايفينها. طيب حردة الرقبة دي المفروض القطعتين بتوعها هم خلاص بقوا على بعض، المفروض هخيطهم لغاية تحت. قبل ما خيطهم هاخد منهم، شايفين الحتة اللي فيها الحردة دي، هاخدها كده لغاية تحت الشريط دي اللي هعمل منها الحمالات. يبقى انا دلوقتي هاخدها على شكل الشريط لغاية تحت، هعمل منها الايه الحمالات بتوع الفستان. هقصها كده مع بعض، انا بحاول ارفع الحامل بتاع الموبايل بتاع التصوير الموبايل عشان اوريكم بالظبط. اهي حردة، الحردة دي انا هعمل فيها ايه؟ لو جيت خيطتها كده هيبقى ملهاش لازمة، فانا هاخدها شريط طويل لغاية تحت عشان استعملها القماشة بتاعتها، ان انا هعملها الحمالات. بقصها، بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين انا بقص اهو الشريط، هو هيبقى الشريطين كمان لانها مجوز، والعبايه ديت كمان مساعداني لان فيها خطوط بالطول، فهمشي على الخط. لو انت طبعا ما عندكيش ابقي دبسي، لو انت خايفه لحسن تعوجي الخياطه ولا حاجه، دبسي قبل ما تقصي، دبسي انت قبل ما ايه ما تقصي. انا ماشيه، وكمان العباية عشانها واسعة مساعداني. انت بقى لو عندك في حاجة فيها ديفو ممكن هي دي اللي تقصيها في العباية. لغاية الديل، لو انا جيت فردت معاكم القماشة هتتلاقوها حتة واحدة، كلها حتة واحدة، هوريها لكم اهي، قماشة حتة واحدة تنتها بالنص اهي، تنتها بالنص. الحردات الكم او الابط عملتها بالدبابيس وهخيطها. طيب يعني دلوقتي القماشة اللي حتة واحدة دي المجوز، هي مجوز هيبقى فيها اللي هتعمليه بايدك كام خياطة؟ خياطة واحدة اللي هي الخياطة اللي كان فيها المرد، هقفلها لغاية تحت وهخليها هي دي الظهر، هخيطها لغاية تحت. والزيادات اللي انا شلتها هعمل منهم الحمالات على المكنة، وهوريكم كل ده ازاي. طيب يا قناة اخترنا لك، مفيش اي حاجة تانية هتعمليها؟ لا هو كده. طبعا الديل بتاع العباية متني من الاول، هخليه برضو هو الديل. الجزء بقى اللي فوق دوت هيتعمل في ايه؟ هخيط خياطة الجنب وابدأ اجيب مكوك استك وامشي عليه ك
كذا خياطة 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 هيبقى هو دوت. هتقيسيه عندك من بعد الحمالات اللي انت هتركبيها لغاية وسطك، يعني هتقيسي من وسطك لغاية قولي الحوض بتاع ايه، بتاع حردة الرقبة بتاعتك. المقدار ده كله هنكشكشه بالاستك على المكنة، وهنشوف دلوقتي كل حاجة بالتفصيل مع بعض. حضرت المكنة. اول حاجة زي ما اتفقنا مع بعض هعمل الخياطة اللي في العباية من الخلف اللي هي كانت المرد اللي قدام، هخليها قصيت المرد وحولها لخياطة من الخلف. مع بعض اهوت هنخيطه. طبعا الاستك يا جماعة اللي انا هستعمله اسمه استك مكوك. استك مكوك بيتركب بدل المكوك اللي بيخش جوه المكنة. انا دلوقتي لسه مش هستعمله ولا حاجة، انا دلوقتي هعمل خياطة الجنب بالخيط العادي. بسم الله الرحمن الرحيم وابدأ اخيط. طبعا تعليم الخياطة الجميل اللي انا الحمد لله متعلمة ده من والدتي، ربنا يا رب يديها الصحة ويبارك لها. وطبعا طول ما احنا صغيرين كنا بنتفرج بقى وهي بتخيط، ونقعد نعمل هدوم للعرايس وكده. هو دوت اللي علمني الخياطة. وكنا بنجيب، ماما كانت بتجيب مجلات البوردة بيبقى فيها الباترون، كنا بنتعلم منها الباترون. بسم الله الرحمن الرحيم. فدلوقتي بعمل الشرطة الخلفية. هكملها بعد لما خيطت الخياطة اللي ورا. الباطة هو تسديته، سديت الفتحة بتاعته زي ما اتفقنا وكنا عاملينها بالتبابيس، وبقت متكملة مع خياطة الجنب. هعمل برضو الفتحة التانية بتاعت الباط بحيث ان القماشة كلها تبقى مقفولة عندي، ما يبقاش فيها اي فتحات، هتبقى كأنها قطعة قماشة مستطيلة متخيطة من كل الجهات، ما فيهاش غير فتحتين، الفتحة اللي فوق وفتحة الديل. والفتحة اللي فوق طبعا هتنيها، اللي فتحة اللي فوق بعد كده هتنيها علشان ما تنسلش. انا دلوقتي اهوت بعمل الفتحة التانية بتاعت الباط وهرجع له. دلوقتي بقى هتني العباية من فوق، الفتحة بتاعتها اللي من فوق بعدش عندي غير فتحتين، فتحة الديل والفتحة بتاعت الصدر اللي من فوق خالص، هتنيها علشان ما تنسلش. كل ده قبل ما اركب الاستك. هبدأ اهوت من هنا هتنيها كده تانية في تانية، وابدأ اخيطها. نخيطها مع بعض. بسم الله. انا كان ممكن ابدأ على طول معاها بالاسف، بس علشان ما تتعبنيش في التاني هتنيها الاول وبعد كده هعمل الاسف اللي هو اللي انا هركبه في المكتب. انا كده خلاص خلصت الجزء اللي فوق. بعد كده هجيب، انا كده خلاص خلصت تانية الجزء اللي فوق، جبت المزورة وقست المقاس اللي انا عايزاه من فوق خالص، من عند مثلا نهاية حردة الرقبة لغاية الوسط لقيته هيطلع 35 سنتي، فجبت المزورة وهعلم لغاية 35 سنتي، وابدأ اعمل خطوط بالاستك المكوك. يبقى انا دلوقتي هاخدت من فوق من فتحة الصدر اهوت اللي انا هعملها، اللي هي اللي بعد كده هركب فيها الحمالات، هعمل من واحد لغاية 35. عايزة انتي تزودي زودي، عايزة تنقصي تنقصي، لكن انا هعمل لغاية ايه 35. يعني قولي هعمل مثلا 7 خطوط،
طيب لو انا بقى عايزة الخطوط تبقى سليمة وكده هعملها بالمسطرة، هعمل مثلا وليكن بينها بين كل واحدة وواحدة هما 35 على 7، يعني بين كل واحدة وواحدة 5 سنتي. طيب هنشوف برضو مع بعض هعملها ازاي. انتوا شايفين انا عملت 5 خطوط، ادي 1 2 3 4 5 6 7 بين كل واحدة وواحدة 5 سنتي. همسك بقى المسطرة واقوم عاملة بعرض القماشة. ليه هعمل بعرض القماشة؟ ليه؟ علشان الخطوط اللي انا هعملها بلاستيك ما تكونش معوجة. وبعد كده هقوم ماشية عليهم المكنة، وادي الاستيك اللي بقولكوا عليه اهو، استك المكوك دوت، هملة بيه المكوك بتاع المكنة اللي بيدخل من تحت، ومن فوق خيط ابيض عادي. يعني دوت هيكون هو دوت في المكوك، ومن فوق خيط ابيض عادي، وهمشي على الخطوط دي. هيعمل لي كشكشات كشكشات هعملها وارجع لكم. دلوقتي خلاص غيرت المكوك وحطيت الاستك، هبدأ باول خط من فوق خالص. هبدأ من اول الخياطة مثلا بتاعة الجنب او بتاعة الظهر، مش هتفرق، ومن غير ما نشد ولا نعمل اي حاجة، احنا بس هنخيط عادي، هنتلاقاه كشكش ان شاء الله كده ايه معانا. عايزة تبدأي من فوق خالص تعملي خط زيادة من فوق خالص من فتحة الصدر ممكن، عايزاه يفضل سايب كده زي الكورنيش، انا هسيبه زي الكورنيش، وهبدأ من بعد 5 سنتي زي ما اتفقت معاكم. هعمل كام خياطة؟ قلنا انا قايسه 35 سنتي، قسمتهم 5 5 5، هيبقوا 7 خياطات. نبدأ بسم الله. هتمشي على الخط، هيسهل عليكي جدا. شايفين بدأت الكشكشة تظهر؟ بسم الله. من غير ما بتعب فيها ولا اي حاجة، هي بتعمل كشكشة مع نفسها. شايفين؟ تمسهلها على نفسك لان انت عاملة الخطوط بالتباشيرة او بماركة. هكملها وارجع لكم.